بحضراتكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج طبيب البلد. أغلبنا بيسمع عن هرمون الاستروجين، مش بيكون تقريبا عنده معلومات كافية عن إنه بس الهرمون المسؤول عن الحمل عند السيدات، لكن كتير مننا ما يعرفش المعلومة الخاصة بهرمون الاستروجين، خاصة الخصائص الفسيولوجية اللي بتساهم في بلوغ الفتاة، كمان بيساعد على تنظيم الدورة الشهرية. هرمون الاستروجين كمان ليه علاقة قوية جدا بتغيير الوزن، بمعنى انه لو قلت نسبة الاستروجين في الجسم عن المعدلات الطبيعية بيحصل فقدان في الشهية، بالتالي طبعا بيقل الوزن بشكل كبير جدا، لكن لو زاد عن الحد الطبيعي بيسبب زيادة في الوزن واللي بتوصل في كتير من الأوقات للسمنة. عشان طبعا كده تفاصيل كتيرة حبينا نكون مع حضراتكم فيها في طبيب البلد، هنتكلم كمان عن تأثير الاستروجين على الجسم داخليا وخارجيا في التقرير التالي. هرمون الاستروجين أو ما يسمى بهرمون الأنوثة هو الهرمون الأساسي في جسم المرأة بخلاف بعض الهرمونات الأخرى، فهو مسؤول عن أنوثة المرأة والإنجاب. بيتم إنتاج الهرمون من المبيضين بشكل أساسي، وله دور كبير في التغيرات الجسدية. هرمون الاستروجين أيضاً له وظائف عديدة ومختلفة في جسد المرأة. له دور كبير في تحفيز نمو البويضات، كمان بيساعد في نمو الجدار العضلي السميك في قناتي فالوب، وبيحافظ على صحة المرأة وصحة الرحم وبيحميه من التقلصات. بيساعد أيضا هرمون الاستروجين على عملية الإخصاب، وبيساعد في الحفاظ على صحة الجلد، بيعمل نضارة وجمال للبشرة، كمان بيحافظ على صحة القلب والشرايين والأوعية الدموية وبيحميه من الجلطات. أما هرمون الاستروجين لما بيدخل في بعض الأكلات واللي بتساعد على تعزيز الهرمون عند المرأة زي المكسرات وفول الصويا والتفاح والعدس واللبن. أهلا بحضراتكم مشاهدينا مرة تانية في طبيب البلد. من المشاكل المزعجة اللي بتقابل أغلب الشباب، خاصة شباب المراهقين من سن 18 أو من سن 12 عفوا لسن 24 تقريبا، بيكون حب الشباب. حب الشباب من أكتر الحاجات المزعجة جدا واللي بتنتشر بشكل ملحوظ في الفترة دي من عمر الشباب المراهقين، أماكن متفرقة من الجسم خاصة الوجه واللي بيظهر بأشكال مختلفة. عايزين نعرف مع حضراتكم إيه تفاصيل الموضوع ده. طب هل في طرق جديدة للعلاج، علاج حب الشباب بدون أي مشاكل بسهولة جدا ويسر؟ العلم تقدم جدا في هذا المجال، خاصة مجال الجلد والتجميل والليزر. عشان كده النهاردة معانا تفاصيل أكتر مع ضيفي المنورني دكتور ماهر محمود، استشاري أمراض الجلد والتجميل والعلاج بالليزر. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا بك يا فندم. منورنا. من أكتر المشاكل اللي بتيجي على بالنا لولادنا أو لولادنا بالتحديد كمان، سواء هم أو إحنا، يعني مشاكل الجلد ومشاكل الحبوب وظهور الحب الشباب اللي بيكون مزعج بشكل كبير جدا وبيغير ملامح الوجه. ده حقيقي. في حاجات كتير قوي ظهرت، بس أنا عايز أبدأ مع حضرتك في البداية، يعني إيه حب الشباب وليه بيظهر في المرحلة دي بالتحديد؟ وليه العمر ده بالتحديد بيفضل لحد سن قد يكون لحد 24 سنة؟ ده حقيقي. زي ما حضرتك قلتي بالظبط، إحنا عندنا 80% من الشباب بيحصل لهم حب شباب ما بين سن 12 ل 24 سنة. كويس. طب بعد 24 سنة في 95% حب شباب عندهم بيتوقف و 5% بيكملوا. كويس. فكرة حب الشباب ايه؟ احنا المفروض ان الجلد بتاعنا ده فيه زي مسام كتير قوي، خروم كده جنب بعضيها، صغنون قوي جنب بعض. كل واحدة من المسام دي واصل بيها غدة دهنية، هذه الغدة الدهنية دورها انها تطلع حاجة زي الزيت كده اسمها سيبم، بترطب البشره وخلاص. مع سن البلوغ بيبدا يزداد هرمون معين اسمه اندروجين، اللي هو التستوستيرون، او هرمون معين كده في الجسم بيزداد مع سن البلوغ. هذا الهرمون بيحفز الغده الدهنيه انها تطلع سيبم او زيت كتير، يبدا جزء منه يطلع على البشره، تبقى البشره دهنيه، جزء يفضل جوه المسام، المسام تبان اوسع شويه مع سن البلوغ، وجزء تاني بيتراكم تحت الجلد يعمل له حبوب تحت الجلد.
تمام. لحد كده الموضوع سهل قوي. المشكله فين؟ المشكله ان احنا كلنا بلا استثناء عندنا نوع من البكتيريا على الجلد وتحت الجلد. هذه البكتيريا لا تنشط الا اذا شافت مين؟ الدهون اللي اتكونت تحت الجلد دي. كويس. بكتيريا مع دهون طول عامله التهاب. الحبال اللي بتلتهب بتكبر بتحمر بتوجعني، ممكن تسيب علامه مكانها. طبعا. 50% من علامات حب الشباب ما بتروحش. يعني. برغم التقدم العلمي والاجهزه والليزر وكل العلاجات. طب سببه ايه بقى يا دكتور؟ ما هو الـ 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 الحبوب دي لما بتفضل فتره طويله على الجلد عامله التهاب في الجلد، عماله تاكل في الكولاجين بتاع الجلد، فبتسيب لي يا اما حفر مكانها. الحفر لها اشكال كتير جدا. صحيح. بس خلينا الاول نقول انواع الحبوب. اتفضل. الدهون دي لو تحت الجلد بس ملهاش فتحه على الجلد دي بنسميها رؤوس بيضاء. لو لها فتحه على الجلد بيبدا الدهون دي تتاكسد بالهواء وتعمل حاجه اسمها الرؤوس السوداء. لو الحاجات دي حصل منها التهاب مع البكتيريا بيديني حاجه اسمها حبوب بكتيريه او حبوب ملتهبه. بعض الحبوب بتبقى عامله حاجه اسمها سيست. سيست يعني ايه؟ يعني حاجه تحت الجلد كده، وساعات توصل بعضيها سيست تفتح مع سيست ثانيه وهكذا. بعض الحبوب تبقى ناشفه لو ضغطنا عليها نلاقيها محجره وناشفه تحت الجلد. تمام تمام. دي فعلا الاشكال كلها اللي بتبقى او احيانا في وشنا ما بنبقاش عارفين نتصرف ازاي. طب التصرف مع الحبوب في المرحله دي بتكون عامله ايه؟ طيب مهم قوي 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 اصلا فعلا نعرف نوع بشرتنا بالحاله دي ونتعامل معاها. كويس. رقم واحد، لازم استعمال غسول مناسب للبشره. الغسول عاوزين منه ثلاث حاجات. رقم واحد ان هو يقلل افراز الغدد الدهنيه اللي قلنا عليها. رقم اتنين ان هو يعني يفضيل المسام من الدهون. رقم تلاته ان هو يشيل الجلد الميت او البول من على الجلد. رقم اتنين في العلاج احنا ممكن نستعمل كريمات فيها ماده كده زي مضاد حيوي زي حاجات زي كده بتتحط على الحبوب بشكل مباشر بالنهار. ممكن نستعمل بالليل مادة زي الأكريتين أو الأدابالين أو الحاجات دي تحط على الحبوب بشكل مباشر. كويس كده. لو الكلام ده ما جابش نتيجة نبدأ نستعمل مضاد حيوي، مادة كده زي الزيسلوسين أو مشابه. دي بتستعمل بطريقة معينة 3 أيام في الأسبوع ونبطل 4 أيام ونكمل على الموضوع ده شهر. كويس. لو الشاب ما استجابش للعلاج ده ممكن نبدا نستعمل الادويه اللي هي القويه لحبوب الشباب زي حاجه اسمها ايزوتريتينوين. تمام. ولها اسامي كتير طبعا موجوده بره وجوه يعني. كويس جدا. الايزوتريتينوين ده من مشتقات فيتامين اي، وده دوره ان هو بيقلل نشاط الغدد الدهنيه. فكده احنا قفلنا مصدر الايه؟ الحبوب من البدايه. كويس جدا. بيستعمل بجرعه معينه وبطريقه معينه وبمحاذير معينه. رقم واحد، ممنوع يتاخد مع الحمل نهائيا، والبنات بيبطلوه قبل الجواز بشهر او قبل خطط الحمل بشهر كامل. رقم اتنين، بنتابع معاه وظائف الكبد والدهون الثلاثيه. وده علاج فعال جدا 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 لحب الشباب، ومفيش منه اي خوف خالص. هو في الاخر من مشتقات فيتامين ايه. هنلاقي مكتوب كميه اثار جانبيه كتير جدا، بس أيوة. غالبيتها ما بتحصلش. قد تكون بالظبط، ولكن ما بتحصلش في الغالب بالجرعات العاديه بتاعت حب الشباب. كويس جدا. ونتيجته فعاله جدا جدا. هو اللي فارق مع ناس كتير، هو اللي مخلي البشره عامله زي الازاز ده. الدنيا ما فيش حبوب، ما فيش علامات. لان دورنا النهارده ان احنا نمنع الحبوب. الشباب دلوقتي الوضع بالنسبه لهم اختلف تماما. طبعا. يمكن ايامي انا العجوز اللي زي انا كان مسموح زمان الحبوب تبان والعلامات والحاجات دي، كان طبيعي. كان طبيعي. صحيح. دلوقتي لا بقى، الصور والفلترز والانستجرام والحاجات دي، بص مش سامحين نفسهم باي حبوب ولا اي ايه ولا اي علامات. واحنا فعلا لازم يعني نكون ماشيين مع دماغهم ونكون فاهمين هم اهدافهم ايه وعاوزين يوصلوا لايه. لان بتجيلي بعض الاهالي مع اولادهم يقولوا لا حبوب شباب عاديه وكلام. بس هم فعلا الاولاد مهتمين قوي بالموضوع ده. طبعا طبعا. شكل الوش هو مرآة الشخص يعني. ده حقيقي. بيبقى غصب عنه، خاصة في مرحلة المراهقة، دي أكتر فترة الشباب بيتأثر بيها نفسيا. لو ظهرت أي حباية تلاقيه بيخبي وشه، سواء بنت طبعا أو ولد. للأسف. والتنمر الموجود دلوقتي، بعض الشباب لما بيروحهم يقدموا على شغل معين في الانترفيو أو مشابه، لو عنده حفر في وشه يقول لك ده بيصنفوه إن هو مش مهتم بنفسه. ده هو ما كانش بيعالج نفسه من الحبوب، فازاي هيكون مهتم بشغلنا؟ يعني كونسبت غريب شويه، ولكن يعني بيحصل يعني.
طب هل الحفر دي ليها يعني ليها علاجات؟ طبعا الحفر طبعا هي انواع علامات حب الشباب. ممكن تكون حفر زي ما حضرتك قلت او ممكن تكون مجرد لون. اللون ممكن يكون لون احمر او لون بني او لون غامق مكان الحبوب. صحيح. وتبقى علاج الالوان دي مجرد بس هنستعمل كريمات تعمل نوع من انواع التقشير تحط بالليل، او ممكن نعمل تقشير في العياده نفسها ويجيب نتائج ممتازه جدا في الالوان. الحفر ممكن تكون عباره عن حفر يعني زي مربع او مستطيل او نص دايره او حاجه عامله زي الايه راس المثلث كده. الحفر دي لازم نتدخل فيها عن طريق الفراكشنال ليزر، نتائجه ممتازه جدا. او حاجه اسمها ديرما بين او جهاز اسمه فيفاتشي، كل الحاجات دي بنعمل لها جلسات كده متتاليه لحد ما تختفي تماما. كويس جدا جدا، يعني مفيش حاجه مستحيله. مهم جدا جدا ان احنا طبعا يبقى في بدايات كده قبل ما نوصل للمرحله دي، مرحله الانتشار الكبير للحبوب بمختلف اشكاله زي ما الدكتور اتكلم، قبل ما يحصل يعني تداعيات او زياده فيها. طيب قبل ما يعني اكمل مع حضرتك، مهم ان احنا نقول لحضراتكم ان في متابعه مع الدكتور ماهر على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي على البيج الخاصه بيه، ظهر مع حضراتكم دلوقتي على الشاشه. اي اسئله اي حاجه حابين تسالوها وتتواصلوا مع الدكتور، وكتير من طبعا التفاصيل على انستجرام وعلى الفيسبوك، هيبقى فيه طبعا متابعه مع حضراتكم. اي سؤال كمان ليه علاقه بحب الشباب او اماكن والاثار الندبات الخاصه بحب الشباب هيتواصل معاكم الدكتور بيرد عليكم بكل الاسئله. طيب هل الاكل يا دكتور ليه علاقه؟ طيب هو الاكل اخر ابحاث في الاكل قالت ان السكريات والنشويات هي اللي بتزود الحبوب اكتر من اي حاجه تانية، عكس ما كانت الناس معتقده ان الدهون والالبان والحاجات دي. النشويات والسكريات هي اكتر حاجه بتزود حب الشباب، ولكن لازم يكون الشخص نفسه عنده استعداد ان الغده الدهنيه عنده نشيطه. اكتر حاجه تزود حب الشباب تاني التوتر. التوتر هو من اكتر الحاجات اللي بتزود نشاط الغدد الدهنيه، سواء كان بقى توتر بقى ان هو متضايق او هي متضايقه، او مثلا فترات الدوره الشهريه ده تعتبر نوع من انواع التوتر وبتلخبط فيها برضو الهرمونات شويه. تمام. وفتره الامتحانات توتر طبعا توتر من اصعب توتر. الفتره اللي بيمر بيها مثلا عروسه مثلا ما شافتش حبوب في حياتها وجاي قبل الفرح باسبوعين. أيوه، ظهر عندها حبوب، هي خايفه طبعا ومتوتره. فظهر الايه الحبوب دي. هي ما بتظهرش الحبوب الا وقت المناسبه بالظبط، اول ما يبقى عندك مناسبه تلاقي الحبه ظهرت. طيب الناس بقى اللي بتلعب فوشه يعني يبتدي بقى اي ما تظهر اي حاجه يحاول، او اللي بتعمل باستمرار حاجات خاصه بالتفتيح البشره والتنظيف العميق والحاجات بقى اللي طيب برضه حضرتك تقول لنا. انا بوصيهم مهم جدا يا جماعه، ممنوع اللعب في الحبوب. اللعب في الحبوب هيعمل فيها التهاب، هيعمل فيها عدوى، هيجيب لها نوع من انواع البكتيريا، هتتنقل من الوش من مكان لمكان. وزي ما قلت من شويه اللعب في الحبوب بيعمل مكانها علامات او اثار، و50% من الاثار ما بيروحش برغم التقدم العلمي الرهيب. الناس اللي عندهم حبوب شباب ممنوع يعملوا تنظيف بشره، تنظيف البشره هينقل لهم عدوى وهينقل البكتيريا من مكان لمكان. لازم الحبوب تهدى الاول وبعد كده تبقى تعمل تنظيف بشره زي ما هي عايزه. التنظيف وخاصه التنظيف في الاماكن الخاصه بالتنظيف دي، لو قعدنا في البيت وعملنا شويه بخار اصلا وغسلنا وشنا كويس هدي نتيجه ممتازه جدا، احسن ما اعمل باجهزه وجهاز بتشال من على حد يتحط في حد تاني. طبعا فرص نقل العدوى عاليه جدا، وخاصه للناس اللي عندهم حبوب شباب. كويس جدا. البشره انواع يا دكتور، وخاصه حضرتك بتقول احنا نجرب كذا نجرب كذا نجرب طبعا. كذا، ولو وصلنا في الاخر هناخد الدواء كذا بالظبط. ايه البشره اللي صعب قوي التعامل معاها بحساسيه شديده ناخد بالنا جدا في تعاملاتنا معاها؟ طيب هو احنا ممكن قلناها في البدايه، احنا البشره بالنسبه لنا اكتر من نوع. طبعا البشره الجافه، ودي فكرتها ان البشره لو مشيت ايدي على وش كده بحس ان المكان ناشف، بسمع لها صوت، بسمع صوت الايد هي ماشيه على الجلد. اغلب الرجال كده والله. طيب البشره الدهنيه اللي تلاقيها طول الوقت تلاقيها شويه مدهننه، لو جبنا منديل وحطيناه عليها تحس ان في زي زيت كده قدامنا. اوكي. شويه دي البشره الدهنيه. تمام. في البشره المختلطه هتلاقي جزء دهني وجزء جاف، في الغالب اللي حوالين البق في الغالب دايما
جاف شويه عند غالبيه الناس. في بعد كده البشره الحساسه، البشره الحساسه قد تكون جافه حساسه وقد تكون دهنيه حساسه. والبشره الحساسه هي اصعب انواع البشره لان معظم المنتجات ما بتكونش مناسبه ليها. لو بتكلم على موضوعنا النهارده، البشره الدهنيه هي اللي بتطلع حبوب شباب كتير جدا، بس انا بنطمن برضو اصحاب البشره الدهنيه ان هم ما بيعجزوش، بيفضلوا طول الوقت بدون تجاعيد لان الدهون تطلع باستمرار، بترطب الجلد باستمرار، فبتقلل فرص التجاعيد. فدايما بقول لهم يا جماعه دول شويه حبوب شباب وبعديهم مش هتعجزوا. اصحاب البشره الجافه اللي مطلعهمش حبوب دول نسب التجاعيد فيهم بتبقى عالية جدا. دايما بقول البشره دي عامله زي البصمه، كل واحد لازم يكون عارف طبيعه بشرته وعارف ايه اللي بيمشي معاها. كويس جدا. قبل ما اعرف مع حضرتك بقى، وده في ختامنا ان شاء الله، طرق الوقايه من حب الشباب بقى، يعني قبل ما نبدا هذه المعمعه، باكد تاني مع حضراتكم التواصل مع دكتور ماهر على صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وانستجرام، كل التفاصيل هتلاقوها موجوده، وكمان بقى الخبرات المختلفه الخاصه بانواع البشره زي ما احنا قلنا مهم جدا قبل ما نبدا فتره حب الشباب، الاهالي ياخدوا بالهم، وكمان الاولاد اللي بيبقوا كتير جدا ما عندهمش وعي بالتعامل مع بشرتهم في المرحله دي بالتحديد، واللي بينتج عنه بقى بيعيش فتره كبيره من حياته بالندبات دي او الحفر دي وبتفضل مضايقاه. طرق الوقايه من حب الشباب يا دكتور. طيب انا بفرح جدا لما الاقي ام او اب جايب لي ابنه قبل ما يظهر له حبوب شباب ويقول لي يعلمه الروتين بتاعه. كويس. لازم كل بشره يكون لها روتين. الروتين ده هو اللي بيحميني من حب الشباب. لازم غسول بشكل يومي من غير ما يكون عندي حبوب. الغسول ده وفكرته ان هو يشيل دهون الزياده، يشيل الجلد الميت، هيفضي المسام من الدهون. رقم اثنين من الروتين او من طرق الوقايه ان احنا نقلل الفاونديشن جدا. الفاونديشن اللي بنحطه باستمرار اللي بيقفل المسام ده بيحوش الدهون تحت الجلد. كويس. وده يكون فرصه كبيره لتكوين حب الشباب. حتى بنوصيهم اللي يحط فاونديشن لازم يغسله قبل ما ينام ويغسله بالغسول بتاعه. كويس. لو ظهر اي حبايه لازم يكون في عندي كريم ببدا استعمله على الحبايه مرتين ثلاثه اربعه في اليوم. ممكن نعمل نوع من التقشير مره كل اسبوع بكريم برضه في ماده زي الاكريتين. ممكن نعمل نوع من التقشير من وقت للتاني في العياده مره او مرتين في السنه. هيفيد جدا في الموضوع ده. كويس جدا جدا. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، ودي بعض النصايح المهمه والبسيطه جدا لو حد يعني طبعا ام او اب شايفين ولادهم بداوا يظهر عليهم ده، لان بالذات بقى كمان في البنات الموضوع بيبقى صعب شويه، والشكل التجميلي الحلو دايما البنت بتحب تظهر بيه، خاصه بعد كده زي ما الدكتور بيقول احيانا بيبقى الاثار دي او الحبوب دي على البشره لو ما اتعملتش بشكل جيد، والنصائح اللي الدكتور ماهر قال عليها. شكرا جزيلا، نورتنا النهارده في طبيب البلد دكتور ماهر محمود استشاري امراض الجلديه والتجميل والعلاج بالليزر. شكرا جزيلا. كل شكر لحضراتكم مشاهدينا، دايما معاكم بكل جديد في طبيب البلد. اهلا بحضراتكم مشاهدينا من جديد. النهارده فقرتنا هنخص بيها اطفالنا اللي هم جزء لا يتجزأ من روحنا وحياتنا. مهم جدا نتكلم عن التعامل مع الاطفال خاصه حديثي الولاده. الام اول ما بتشوف طفلها بتبقى عايزه اول حاجه انها تطمن عليه ان هو سليم 100%. لو لا قدر الله لقت اي حاجه بيحصل لها زي ما بيقولوا كده الاحباط الشديد، ما بتبقاش عارفه تبدا منين او تتصرف ازاي. عشان كده النهارده مع حضراتكم هنقول لكم كل التفاصيل والتطورات الهائله اللي موجوده في جراحات الاطفال عشان تعرفوا ازاي تتجهوا بشكل سريع جدا للاطباء المتخصصين في جراحات الاطفال بالتحديد، واللي منورنا منهم النهارده الاستاذ الدكتور احمد الشامي استاذ جراحه الاطفال بكليه الطب جامعه الازهر، وايضا عضو الجمعيه المصريه لجراحه الاطفال، عضو الجمعيه المصريه لجراحه المناظير، وعضو الرابطه العالميه لجراحي الاطفال. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك، منورنا في طبيب البلد. اهلا وسهلا بحضرتك. واحنا بنتكلم يا دكتور عن الام اول ما بتولد تبقى كل همها وشغلها الشاغل ان ابنها او بنتها ده يبقى سليم معافي ما فيهوش اي عيوب خلقيه، واول ما بتشوف تشوهات او عيوب خلقيه
بيجي لها حاله من الاحباط الشديد، ما بتبقاش عارفه تتصرف ازاي، طب تروح لمين، طب تعمل ايه. عايزه كده مع حضرتك في البدايه نوعي الام ازاي انها تتدارك الموقف، او يكون عندها بقى وعي من قبلها قبل حتى ما تولد انها تتفادى هذه العيوب. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرتك بتقول كلمه مهمه جدا. دلوقتي الام، احنا وصلنا دلوقتي في ظل الظروف الحياتيه المعيشيه التكنولوجيه اللي موجوده، ان احنا لما الطفل بينزل سليم دلوقتي، لما الام تجيب طفل سليم نقول الحمد لله. يعني كان زمان احنا كناش نسمع ان نسبه التشوهات الخلقيه في الاطفال واصله لهذا الرقم. نسب قد ايه تقريبا؟ احنا دلوقتي وصلت الارقام العالميه من 7 ل 10%. يا نهار ابيض، حضرتك يعني جدا. ايه يعني كل 100 طفل فيهم من 7 ل 10 او 8 او 9 او 10 اطفال عندهم تشوهات خلقيه. يعني الالف في كام؟ في 100. يعني المليون حضرتك ما يقرب من 100 ألف. طب احنا لو اطفالنا في مصر حوالي 20 مليون، تضربي حضرتك هتلاقي للاسف رقم رهيب طبعاً. عنده تشوهات خلقيه. فاحنا وصلنا دلوقتي ان الام والاب اللي ربنا يكرمهم بطفل معافى فعلا وما عندهوش تشوهات خلقيه، بنقول الحمد لله، تحمد ربنا، يحمد ربنا. حلو قوي. احنا بقى بنقول ان مهم قوي ان احنا نبقى عندنا وعي بالكشف المبكر، ومش بس على اطفالنا لما يتولدوا، لا قبل ما الطفل يتولد. في تطور هائل في الموضوع ده يا دكتور، برضو حابه حضرتك تديني فكره. قبيل التطور الهائل، بغض النظر عن المواضيع اللي هنتكلم فيها حضرتك، ده حاليا انا ممكن ما تستغربيش حضرتك، احنا نتدخل ونعمل عمليات للطفل داخل الرحم داخل مامته. فعلا حضرتك موجود حاليا؟ لا، ده احنا كمان في روبوتك سيرجري دلوقتي، يعني حضرتك بنعمل عمليات في الاطفال عن طريق الروبوتات. يعني ايه حضرتك ريبوت؟ يعني حضرتك انا الطفل يبقى موجود هنا في بنها وانا قاعد في القاهره بعمل له العمليه. حضرتك لا، ده اكتر من كده، فريق مساعد هنا، وممكن نتشاور مع فريق في انجلترا وبقى انا شغال وهو بيساعدني وهو قاعد في انجلترا بيساعدني في نفس الحاله، بنشتغلها مع بعض. ففي تقدم رهيب جدا في جراحات الاطفال. وعندنا في مصر كمان عندنا الانترايوتراين فيتال سيرجري. يعني ايه؟ يعني اجراء العمليات للطفل داخل الرحم وهو لسه في بطن امه. بعض التشوهات الخلقيه لو حضرتك الطفل تاني يكمل بيها هينزل عنده سي فشل كلوي، عنده تضخم في الكليتين الاثنين، ولو سبتيه لغايه ما 9 شهور يكملوا وتولد على 40 اسبوع، حضرتك هيخش الطفل هينزل بفشل في الكليتين، تعملي غسيل او يموت. يبقى انا هنا انا ممكن اخش بالمنظار داخل الرحم داخل البيبي في الام واعمل له عمليه معينه صغيره. كويس جدا، اتفادى حدوث المشاكل دي. ففي تقدم علمي رهيب في جراحات الاطفال. في بعض تخصصاتنا في جراحات المخ والاعصاب نفس القصه، في اللي عنده طفل اللي عنده ميه على المخ هينزل عنده مشكله كبيره جدا، ممكن يخش يركب له حاجه صمام او كانولا، الطفل يتولد عادي وما يحصلش ضمور في المخ، وبعد كده نبدا نتعامل معاه. كويس جدا. طيب احنا جالنا بعض التساؤلات يا دكتور عن بعض المشاكل اللي بتقابل الامهات وبتشخصها في الحقيقه عند الاطباء، وبيقولوا مسميات هي مش عارفه يعني ايه الكلام ده، او مش عارفه تعمل فيه ايه، او تروح لمين، دكتور اطفال ولا دكتور جراحه اطفال، ولا تعمل العمليه امتى. فمهم قوي كده يعني نعرض مع حضرتك اكتر من موضوع جالنا في الحقيقه، وبرده على صفحه حضراتكم على الفيسبوك، مهم كمان ان انا انوه عنها، مركز الدكتور احمد الشامي، اللي حابب يتواصل عنده اي مشكله فيها عيوب خلقيه، طفله اتولد وعنده مشاكل من اي نوع، الصفحة هتتواصل طبعا وتقدروا تبعتوا الأسئلة والدكتور هيجاوب عليها. طيب خلوني أخد بعض الحاجات المهمة، المهم جدا نوعي الأم بيها. الإحليل السفلي، يعني إيه إحليل سفلي؟ يعني إيه طهارة ملايكة؟ طهارة أطفال ملايكة يمكن؟ هي دي؟ هي دي بجد؟ بحضرتك النظر لزياراتي لمحافظات مصر بالكامل تقريبا. كويس. فحضرتك انا ببقى قاعد في العياده، فالطفل الام تخش عليا
ابن اسمه كذا عنده كام؟ عنده 6 سنين. ايه مشكلته يا ماما؟ عنده مشكله الطهاره الملائكيه. حضرتك تاجي تتكلمي هنا مع حد، اكلم حضرتك اقول لك الطفل عنده طهاره من الطاهر ملائك. يعني ايه؟ يعني ايه طهاره ملائكيه؟ الطفل بيولد وكانه متطهر. يا ده هو احليل، حاجه اسمها احليل سفلي. حضرتك لاتينيه بقى اسمها هايبوسبيديوس. يعني ايه احليل؟ يعني فتحه، سفلي يعني من تحت. يعني بدل ما فتحه البول بتاع البيبي تبقى في مقدمه العضو، لا الفتحه بتبقى اسفل العضو. كويس. فاحليل يعني فتحه وسفلي يعني تحت، لان في طب في معناها احليل علوي طبعا في فتحه البول، بدل ما بتكون في المكان الطبيعي في مقدمه العضو، العضو نفسه بيكون مشقوق على 2.5 سم بالظبط، وبيبقى الطفل عنده مشكله كبيره جدا لو هي واصله لعنق المثانه وعنده عدم تحكم في البول مدى الحياه. يبقى احليل سفلي هو تشوه خلقي، هو طهاره ملائكه، مفيش حاجه اسمها طهاره ملائكه، الملائكه مش هتنزل تطاهر البيبي داخل الرحم داخل بطن امه. ايوه ده تشوه خلقي. اسمه احليل سفلي. فتحه البول ما تبقاش موجوده في مكانها. ده حضرتك بيعمل مشاكل كتيره جدا، ممكن عندنا احتباس في البول، ارتجاع في البول. حضرتك دايما بنقول له درجات ولو انواع، درجه اولى وثانيه وثالثه ورابعه، وده النوع المتقدم بتاعه اللي حضرتك ما تقدريش تفرقي ما بين ولد ولا بنت. الدرجه الرابعه بتبقى فتحه البول تحت خالص قريبه من فتحه الشرج. كيس الصفن، ايه كيس الصفن؟ الكيس اللي فيه الخصيتين حضرتك بيبقى هو كمان مشقوق 2.5 يمين ونص شمال، وفتحه البول بينهم في النص. فحضرتك كأم اوقات كتيره جدا بيبقى جاي للطفل على انه بنت، يقول لك ادي 2.5 يمين ونص شمال، وحضرتك فتحه البول مش في مكانها الطبيعي تحت خالص، وكمان بيبقى ده اللي اسمه امبيجوس جينيتاليا، وكمان الخصيتين بيبقوا معلقتين، فكمان الخصيه مش موجوده عشان تقدري تحكمي طب انا شايف خصيه، لا الخصيتين معلقتين في البطن. الكيس الصفن مشقوق 2.5، والاحليل السفلي هنا الدرجه الرابعه، يعني الفتحه قريبه قوي من فتحه الشرج، فيقال عليه ان هو بنوته. وهو حضرتك لو رحنا لدكتور جراح اطفال بعد الولاده باسبوع 2 فحص الطفل كويس جدا كلينيكال يعني بايده، طلبنا بعض التحاليل الهرمونات، ساعات بنضطر نطلب الكروموزومات عشان نقدر نتاوى هو اكس اكس ولا اكس واي، يعني ولد ولا بنت، عشان اخد قرار انا انا مش هحوله ايه، انا هصلحه الوضع بتاعه ايه بالظبط، هصلح العيب الخلقي اللي موجود بالزبط. لو هو عنده كروموزومات ولد هخليه يمشي في اتجاه ولد، لو هو عنده كروموزومات بنوته في مين هبدا اشتغل معاه ونحوله او نقلبه الى في مين. فامتى نشتغل؟ امتى نشتغل؟ عند 6 شهور. ودي النقطه المهمه جدا اللي عايزين نوصلها للساده المشاهدين في المرحله دي. الطفل اللي عنده احليل سفلي لازم نبدا عمليات 4 5 6 شهور. مفيش حاجه اسمها سنه، مفيش حاجه اسمها دخول المدارس استنى سنتين ثلاثه لما يشد حيله. أيوه. والافظع من كده ودايما بقولها حضرتك، عندنا الجلده الصغيره اللي بتتشال اثناء عمليه الختان الطهاره. يا جماعه بعد اذن حضراتكم ارجوكم محدش يطاهر الولد اللي عنده احليل سفلي. الولد اللي مولود بعيب خلقي في العضو الذكري ما ينفعش ينطهره تحت اي ظرف من الظروف. ده انا دايما بقولها بطلع على كل القنوات حضرتك، الجلده دي تساوي عندنا مئات الالوف. تساوي كتير جدا، ما ينفعش الاستعجال انك اعملها، لازم اصلح العيب الخلقي الاول. انا بحتاجها، مش هصلح العيب الخلقي الاول. الجزء الزياده بتحتاج. اللي بتاخديه ترميه ده اثناء عمليه الطهاره حضرتك، انا باخده وبفصل منه انبوبه جديده واعمل منه مجرى بول جديد. حضرتك تتخيلي لو رحت الا قدر الله ام راحت بابنها وطهر الولد، في ناس كتيره بيقول لك اصل انا ما اكتشفتش الا بعد ما الدكتور طهره. طب ما هم ليه؟ هو انا حضرتك دايما بنقول انت مش رايحه الميكانيكي، مع احترام ده الميكانيكي طبعا، انت رايحه لدكتور. دكتور لازم تفحص الطفل قبل عمليه الطهاره. انا مش بغمض عيني وبخش اشيل الجلد او جزء الزياده. حضرتك بتفحص الطفل فتحه البول في مكانها ولا مش مكانها، طفل عنده ميه على الخصيه ولا ما عندوش، طفل عنده فتح عربي ولا ما عندوش، فتحه البول ضيقه جدا ولا ما عنده، في لازم نفحص الطفل كلينيكيا كويس قبل ما نعمل الطهاره. كويس. تخيل ان الام راحت لدكتور
غير متخصص وشال الجلده بتاعه الطهاره. حضرتك اوصل للساده المشاهدين اه صحيح بالظبط احنا هنعمل ايه؟ أيوه. عشان لما الام تجيلي تقول لك قبل ما طاهر تلاقي الام كده للاسف الطاهر. حضرتك عارفه الكلمه دي تساوي ايه؟ ان انا هاخد رقعه من الفم، هفتح الفم واخد من الغشاء المبطن جوه اخد حته 3 في 4 سنتي وبالتالي ممكن يحصل ديفورمتي وتلاقيها بقى فيها مشكله. طب ايه الوقت المناسب يا دكتور، يا دكتور اللي اطهر فيه الطفل، طفل او الطفله، ايه الوقت المناسب؟ لا هنا احنا قلنا كلمه مش مظبوطه، مفيش حاجه اسمها طهاره الطفل للطفله للذكور، طهاره ذكور. احنا لو عندنا مشكله خلقيه نتعامل معاها، اما عندنا ذكور فقط طهارة للذكور فقط، الطهارة دايما للذكور فقط. تمام. او ختان الذكور او عشان فقط. الجماعة بتوع اللغة العربية بيطلعوا لك اسمها ختان او اسمها الطهارة سواء كده او كده احنا بنتعامل مع الاولاد الذكور. تمام. امتى نتدخل؟ دي دايما سؤال، دايما بنقول القاعدة اي وقت طالما لا يوجد موانع. على طول هيتبادر الى ذهنك طب وهو في موانع للطهاره؟ احنا لسه بنقول لو طفل عنده حليل سفلي انا بقولها تيز اكرايم تو سيركمسايز، جريمه في حق الطفل. صحيح. من قبل الطبيب طبعا. لو عمل له عمليه طهاره وهو عنده حليل سفلي يبقى لازم الفحص الاول من طبيب جراح اطفال اول ما الطفل يتولد. طبعا ده اول حاجه. انت حضرتك يجي الطفل الام تخش عليه تقول لك انا عايز اطهر البيبي او لا لا مش هطهره. ما ينفعش. وحضرتك وقد تكون الام السبب. يعني الام كانت بتاخد سيوله، الام او مرض غده، عندها غده ثيرويد، عندها بعض امراض الدم، عندها بتاخد علاج، الكلام ده لازم اقيم الطفل كويس جدا قبل عمليه الطهاره. في لو الطفل عنده ميه على الخصيه ممنوع ان انا اطهره. لو الطفل عنده مشاكل حاجة اسمها عضو مدفون ما ينفعش، هيحصل التصاقات فظيعة وهتبقى كارثة. طفل عنده كلى مائية يعني مية على الخصية ممنوع طهره. أطهر إمتى؟ التوقيت ده ما لم يكن هناك موانع. طب إيه الموانع اللي احنا قلناها؟ أو الطفل جاي عنده نسبة صفرة. طب حضرتك لا مش هطهر الطفل هو عنده نسبة صفرة، نعمل تحليل الصفرة عاليه يبقى هنستنى لغايه ما انما مش مرتبطه ال 40 اصل اتكلم ملوش علاقه اصل هو يا دكتور بكره الجمعه انت شغال دايما المفاهيم مغلوطه ودي في الحقيقه نقطه برضو حابين نشير ليها ان حضرتك عملت جولات مختلفه في اغلب محافظات مصر اتعرضت عشان لثقافات رهيبه توعي بيها الناس بالزبط. ده مهم جدا حضرتك جدا. انت عارفه بيجي السؤال حضرتك انت موجود بكره؟ اقول له لا بكره الجمعه اجازه. يقول لك لا اصل انا لازم اطهر الواد بكره. ليه؟ بقول لك اصل بكره ال 40. طب ايه يعني مش ال 50 مش ال 30 مش 43 يوم؟ احنا يعني برنامج طبيب البلد بيوجه حياتك شكر كبير جدا على الجولات المختلفه للتوعيه بخطوره كبيره جدا للافكار الموروثه للحاجات اللي بناخدها من شخص لشخص. يعني مجرد ده الدكتور ده كويس تعالوا نروح له، ده ما اعرفش فلان ده عمل ايه زي ما كده ما الدكتور بيقول مكان معروف في مولد او حاجه فيلا خطر جدا. احنا بنقضي على حياه شخص في حياته بالكامل، عن حياة ان هو مش هيعرف يكون أسرة وهكذا. طيب قبل ما اختم مع حضرتك مهم قوي ان بس ادي نبذة كده سريعة عن الفتق الإربي والسري، ايه علاجاته الحديثة؟ الفتق السري ما فيش تدخل جراحي، ما فيش حزام سرة، ما فيش لزقة، ما فيش بلاستر. في برضه للمعتقدات والموروثات عنده فتق سرة حط له حزام، حط له لزقة، حط له جنيه معدني ولفه. للأسف ده بيعمل مشاكل كتيرة جدا. فتق السرة هيروح لوحده بدون تدخل جراحي، ولو في تدخل جراحي ما بنتدخلش قبل سنة ونص 18 شهر. كويس جدا. دي ده السر. المشكلة كلها تكمن في الفتق الإربي لأنها ساعات للأسف تنتهي بوفاة الطفل. إذا حضرتك ما تمش الإجراء المناسب في التوقيت المناسب يساوي فقدان حياة. وحالة مشهورة عندنا للأسف في محافظة من المحافظات، طفل عنده 40 يوم عنده فتق إربي، راح لدكتور الأطفال قال له لا مش مشكلة هيروح لوحده، استنى ما تستناش. الفتق دخل في حاجة اسمها اختناق، بقى فتق مختنق. راح المستشفى بالليل ما لقوش جراحين أطفال، أحد الزملاء جراح الجراحة العامة دخل يعمل عملية الفتاق، للأسف ما عملش عملية الفتاق صح. رجع الفتق بعد ساعة من الولادة، بعد خروجه من العمليات بعدها بساعة الفتق رجع تاني. جابوا حد تاني فتحوا تاني للأسف وهو بيخيط يا
للاسف اتعلق جزء من الامعاء، دخل في انسداد معوي، التهاب غشاء بريتوني، الطفل توفى بعد 3 ايام من العمليه. يا ساتر يا رب. الفتق الارابي يتعمل فورا طبعاً. طبعا فورا، مفيش حاجه اسمها ده عنده 40 يوم هيستحمل بنج ولا لا، اصله 3 كيلو، اصل رحت للدكتور وقال استنى لما يبقى 8 كيلو او 7 كيلو. يا فندم الفتق الارابي سواء كان ولد او بنت، لان كتير جدا يقول لك هو في فتق ارابي في البنت، والله في فتق ارابي في البنت. حضرتك ممكن المبيض ينزل من الفتق ويلف ويحصل في التواء، تبقى كارثه، اخش اشيل المبيض ومعاك 6 ساعات فقط، اذا ما عملتيش العمليه ممكن تنتهي باستئصال المبيض او تنتهي باستئصال الخصيه. يا في الحقيقه عالم الاطفال ده يعني اما بتخش في تفاصيله انت مش بس بتعرف جديد وكتير جدا، انت بتتوجع جدا على الحالات المتاخره، انت بتتوجع جدا على وعي مهم قوي للاسره، مهم قوي انك تعرف ان الموضوع فيه تفاصيل كتير، اسال مره واثنين وثلاثه، ما تاخدش ابدا نصيحه من حد مش عارف او دارس او عالم في المجال، مهم قوي الكلام ده طبعا. وبشكرك جدا يا دكتور، وباكد تاني على صفحه حياتك على الفيسبوك مركز الدكتور احمد الشامي، اللي حابب يتواصل يسال اي اسئله الدكتور هيتجاوب معاه وهيرد على كل اسئلته خاصه العيوب الخلقيه. شكرا جزيلا للدكتور احمد الشامي استاذ جراحه الاطفال بكليه الطب جامعه الازهر، وايضا عضو الجمعيه المصريه لجراحه الاطفال، عضو الجمعيه المصريه لجراحه المناظير، عضو الرابطه العالميه لجراحي الاطفال، كان معانا النهارده في طبيب البلد. كل الشكر لحضراتكم مشاهدينا على المتابعه، دايما معاكم في طبيب البلد بكل جديد. أهلا بحضراتكم مشاهدينا مرة تانية. النهاردة فقرتنا هنتكلم فيها عن عالم الرجال. في الحقيقة أمراض بتبقى أكثر شيوعا عند الرجال بمختلف أعمارهم، وهو التهاب البروستاتا. وفي الحقيقة العديد من الأمراض، لكن النهاردة هنتكلم بشكل متخصص عن أمراض البروستاتا. إيه هي الأعراض؟ إيه هي طرق العلاج؟ كثير من التفاصيل. تقريبا مرض البروستاتا بيصيب حوالي 8% من الرجال في عمر من 31 ل40 سنة، كمان بيصيب نحو 80% من الأعمار اللي بتبقى تقريبا في عمر 80 سنة. هنعرف أكتر تفاصيل عن الأعراض وطرق العلاج مع ضيفنا اللي منورنا النهاردة في طبيب البلد الأستاذ الدكتور صلاح زيدان، أستاذ ورئيس قسم المسالك البولية والتناسلية بكلية طب بنات جامعة الأزهر، وأيضا استشاري أمراض الذكورة والعقم والضعف الجنسي. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا بحضرتك. منورنا في طبيب البلد. مشاكل أمراض الذكورة في الحقيقة عديدة، لكن النهاردة حابين نتكلم بشكل متخصص عن البروستاتا. فيها طبعا كثير من المشاكل واللي بتؤدي بعد كده لمشاكل أكبر وأكبر لو ما تعالجتش في وقت محدد. عايزة كده أعرف مع حضرتك في البداية، إزاي المريض ممكن يعرف أن عنده بروستاتا وعنده مشكلة حقيقية؟ طيب، هي في البداية بس طبعا البروستاتا دي من الحاجات، يعني هي غدة في الرجالة بس مش موجودة في الستات، فبالتالي هي من أكتر الحاجات اللي بيشتكي منها الرجال، أو أكتر حاجات بتقرقهم شوية. ليه؟ لأن هي طبعا بتيجي في السن الصغير بتيجي في السن الكبير، يعني هي مش بتيجي في السن الكبير بس أو بتيجي في السن الصغير بس. يعني 80% ده رقم. لا، كمان هي بتاخد مرحلة سنية من هو صغير، بس في اختلاف بقى، في اختلاف شويه، لان في ناس كتير بتخلط ما بين البروستاتا. مثلا واحد عنده 20 سنه يقول لك دكتور والله اصل انا عندي بروستاتا وعايز اعمل عمليه. لا، في اختلاف طبعا. واحد عنده 70 سنه وعنده بروستاتا، الموضوع بيختلف. تمام. فالبروستاتا غده، هي غده ذكوريه، دي وظيفتها انها بتخرج السائل والمغذي للحيوانات المنويه، فده دور كبير جدا في تغذيه الحيوانات المنويه. برضو حواليها شائعات كتيره، فناس كتير جد تقول مثلا والله ده هي مصدر الرجوله عند الراجل او مصدر القدره الجنسيه عند الراجل. لا، هي طبعا مش كده خالص، موضوع مختلف شويه. فبالتالي البروستاتا فيها حاجتين. ايوه، في امراض بتيجي في السن الصغير وفي حاجات بتيجي في السن الكبير. السن الصغير معظمه بيبقى التهابات. السن الكبير معظمه تضخم. يعني في فرق ما بين التضخم وفي فرق ما بين الالتهابات. كويس. معظم الشباب بيجي لهم حاجه اسمها التهاب. لغايه سن ال 40 او 45 بيبدا يحصل حاجه اسمها تضخم في البروستاتا، زي الناس كده لما بتكبر في السن بيبدا الشعر يبيض، فبالتالي البروستاتا نفسها بتزيد في الحجم.
ده طبيعي، ده طبيعي عند معظم الناس، بس في ناس تشتكي وناس ما بتشتكيش، ناس عندها اعراض وناس ما عندهاش اعراض. طب وهل بيبقى مثلا مصاحبه لالام محدده، اعراض محدده؟ دي بقى الجزئيه بتاعت الاعراض. الاعراض دي طبعا في ناس ممكن تشتكي، الاعراض دي ممكن تيجي في صغار السن وممكن تيجي في كبار السن، يعني الاعراض دي اسمها اعراض عامه. كويس. ممكن المريض يجي باعراض مثلا زي حرقان في البول، تلاقيه كل شويه عايز يدخل الحمام خارج من الحمام، عنده رغبه ملحه في البول ما بيلحقش يمسك نفسه، عايز يجري الحمام كل شويه. بالليل تلاقيه مثلا بيصحى كذا مره بالليل. ده في بعض الناس كمان ممكن يتاجل مشوار، مثلا يجي رايح مشوار كل شويه يدخل حمام خارج من الحمام، خايف يتزنق في الطريق او خايف الميه يبقى فيها مشكله بالنسبه له، خايف يركب عربيه، خايف يركب مواصله لانه حاسس ان هو مش قادر يمسك الميه. بعض الناس مثلا عنده اجتماع بيضطر ان هو ياجل الاجتماع علشان مش قادر. فطبعا دي حاجات مؤرقه جدا. طبعا في بعض الناس تلاقيه بالليل يقول لك يا دكتور انا بنام على المخده كل 10 دقائق تلاقيني داخل الحمام، عايز اجيب كرسي واقعد في الحمام كل شويه. ليه؟ الميه مش ملاحق كل شويه، عايز الحمام ويدخل شويه صغيرين ويخرج تاني. فطبعا دي من الحاجات اللي هي مقلقه جدا، من اكتر الحاجات الشائعه. في ناس بتيجي باعراض انسدادي. يعني ايه انسدادي؟ يعني حاسس البول مسدود مش قادر يعمل حمام، فتلاقيه مثلا يدخل حمام مثلا او التواليت عادي، بص تلاقيه يغيب فتره طويله جدا على بال ما يبدا البول، يقول انا بتحايل على البول عشان ينزل، ما بينزلش. في بعض الناس ينزلش خالص ولا ممكن يتاخر؟ ينزل بس ضعيف، ممكن ينزل ضعيف. اوكي. وممكن ينزل بيقطع، ينزل شويه ويستنى شويه، ينزل شويه ويستنى شويه. تمام. دي اسمها اعراض البروستاتا. في ناس كتير جدا بتهمل الموضوع، يصبر شويه ده عادي. في ناس تقول لك شويه املاح، في ناس تقول لك ده شويه برد، وهو طبعا مش عارف ايه السبب. يفاجئ ان هو مره يجي له احتباس بول، يعني الميه في الاول بتنزل ضعيفه بتقطع، هو طبعا بيهمل المشكله شويه، البول جاله احتباس بيضطر يركب قسطره عشان ينزل البول. تمام. وفي ناس بيبقى هو بينزل شويه ويستنى شويه، ففي كميه الميه اللي هي جوه المثانه تبدا تزيد، هو بينزل شويه بس الكميه اللي جوه المثانه مش كل المثانه بتفرغ كويس، جداً طبعا. ما بيفرغش، وعنده احساس انه ما فرغش المثانه كويس. فالكميه اللي بتستنى جوه المثانه دي بتزيد تزيد تزيد، شويه يجي له سلس بول، تلاقي الميه بتنزل منه بالليل وهو نايم. في بعض الناس تلاقي طبعا ربنا خلق الميه ماشيه من الكلى للحالب للمثانه تخرج بره للاخراج، فساعات المثانه تبدا مليانه فيحصل ارتجاع على الكلى، فبنتفاجئ بين بعض الناس اللي هو اهمل المشكله ان هو دخل في مشكله فشل كلوي، لان هو طبعا البولينه بدات تعلى طبعا، فبدا يحصل مشاكل. بعض الناس يجي له حصوه في المثانه، هي الميه ما بتنزلش، تبدا الميه دي ترسب في المثانه، يبدا المريض يجي له حصوه في المثانه، فتلاقي عنده تضخم في البروستاتا مع حصوه في المثانه، وده اغلبه في كبار السن، يعني اغلب المشاكل اللي هي الانسداديه والبول دي بتبقى فوق ال 40 او 45 سنه او مول 50 سنه. تمام. وبرده في منها مشاكل ثانيه، في منها حميد وفي منها مش حميد. يعني تضخم البروستاتا ده في منه حميد وفي منه مش حميد. طب ايه الفرق بين النوعين يا دكتور؟ الاعراض تقريبا بتبقى واحده. وفي بعض الناس الاعراض بتبقى ممكن يبقاش في اعراض، يعني اللي هو العين المريض اللي هو الورم السرطاني في البروستاتا ممكن يكتشف بالصدفه احيانا بعض الناس، عشان كده بنقول ان احنا ما بتبقاش بعد فيها اي الام او خالص، زي الاعراض اللي حضرتك ممكن بالصدفه كده بيعمل تحليل اسمه البي اس اي، ساعات ده بنعمله بعد سن ال 45 سنه او سن ال 50 سنه. فبنعمل التحليل ايه عالي، نحتاج ساعتها حاجه اسمها عينه من البروستاتا، الاقي المريض عنده كانسر بروستيت او عنده مشكله ورم سرطاني في البروستاتا. وده شائع جدا. هو مش شائع، هو مش شائع قوي، احنا الحمد لله في يعني في اغلب في الرجال في الشرق الاوسط احنا معظمنا تضخم حميد، معظمه يعني تضخم معظمه حميد. تضخم حميد قد يؤدي ده الى تضخم ورم سرطاني. الحميد في الغالب ما بيمشي في سكه واحده، في اغلب الناس بيمشي في طريق واحد يعني. أوكي. لكن احنا لازم نتابع المريض. فبالتالي الامراض البروستاتا برضو عشان تبقى الناس واعيه وفاهمه، في حاجات بتيجي قبل ال 40 سنه وده اغلبه حميد ما بقاش في مشكله، 40 او 45. تمام. في ناس بيبقى عندهم تاريخ عائلي، يعني مثلا والده عنده بروستاتا وعنده ورم سرطاني في البروستاتا، لا ده تشيك بدري، ده لازم اخد بالي منه. ولازم بدري يبدا فحوصات بدري، في بعض التحاليل كده بنعملها زي سكرينينج كده، عارف حضرتك، كشف مبكر مثلا عن اورام الثدي، كشف مبكر مش عارف طبعاً عن حاجات كده. فالبروستاتا برضو عندنا حاجه اسمها الكشف المبكر عن امراض البروستاتا، ممكن يمنع من اي تاريخ مرض. وقايه، ده الوقايه بتاعتنا ان احنا بنبدا بدري اي اعراض. يعني في ناس تقول لك والله عندي حرقان في البول، اصل انا شربت مش عارف مانجا، اصل انا شربت فراوله، يقول اي حجج ممكن تكون، وتفضل ده بقى بيخليك تروح الى وتدخلنا في مشكله ثانيه طبعا. فده عشان كده اي مريض عنده اعراض من اللي انا قلتها دي، لا لازم اقرب دكتور يروح له، لازم يتشك يشوف هل عنده مشكله فعلا ولا ما عندوش مشكله. كويس. بعض الناس بيجوا بنزيف بولي، يعني تلاقي عنده نزيف في البول، عنده دم في البول، فطبعا لا يعني دي مشكله كبيره،
حلها سهل وبسيط، بس المشكلة ان احنا بنتجاهل الموضوع شوية. فلما بنتجاهل الموضوع الوقت بيعدي وندخل في مرحلة المضاعفات. تمام، كويس قوي. طيب عمليات البروستاتا بقى فيها طرق حديثة كتير جدا ومتطورة، عايز اتكلم مع حضرتك عن انواعها، وهل هي سهلة وبسيطة ولا ممكن تحتاج بعض التفاصيل؟ هو الفكرة طبعا احنا كعمليات بنصنف المريض شوية، يعني في مريض، مش كل الناس طبعا بتحتاج عمليات، في ناس كتير جدا بتمشي أدوية واغلبهم بيستجيبوا للأدوية. في بعض الناس اللي هو بقى دخل في مرحلة المضاعفات، او المريض اللي خد دواء وما تحسنش، ده ببدأ معاه مرحلة العمليات. العمليات طبعا حصل فيها برضو يعني تطور هائل. زمان كنت عملية البروستاتا دي بندخل عملية جراحية، بفتح بشيل البروستاتا كلها، المريض طبعا بيحتاج نقل دم، بيحتاج يقعد فترة كبيرة في المستشفى، درانق وأساطر ونقل دم، كانت قصة كبيرة جدا، ويمشي على غسيل، كان يعني كان يعني الحمد لله كانت عملية كبيرة جدا. أيوه. عملية ميجر اوبريشن. حاليا دلوقتي بدأ يبقى في تطور، فبدأ يبقى في بعض العمليات اللي هو ممكن المريض يعمل عملية النهاردة ويروح النهاردة أو يروح تاني يوم. من ضمن العمليات دي كنا زمان بنعمل حاجة اسمها الجراحة التقليدية، او بنعمل المنظار العادي. المنظار ده بنستعمل بعض السوائل اللي كانت احيانا بيبقى لها مشاكل، دلوقتي بنستعمل حاجه اسمها التبخير. هي فكره العمليه البروستاتا دي عباره عن غده اخر حاجه في الجهاز البولي، يخترقها مجرى البول، معدي منها كده مجرى البول. لما بتتضخم بتضغط على ايه؟ على مجرى البول. فالمريض يبدا يحس بالاعراض، اللي هو البول ضعيف، بيقطع، عنده مشاكل، عنده احتباس بولي. تمام. فكره العمليه زمان كنا بنخش نشيل الجزء المتضخم في العمليه، فبنفتح ونشيل الجزء المتضخم ده. دلوقتي لا، عن طريق فتحه مجرى البول ندخل بمنظار معين، بشيل الجزء ده كله عن طريق حاجه اسمها التبخير. التبخير ده مسته ان هو ممكن انا يعني اطبقه على احجام كبيره في البروستاتا. طبعا في احجام كتيره بتختلف طبعا من مريض لمريض حسب حجم البروستاتا، بيختلف طبعا. المريض قابليه النزيف قليله جدا، المريض تقريبا ما بيحتاجش نقل دم، بيعمل عمليه في يوم بيروح تاني يوم. القسطره بتقعد، كنا زمان المريض بيقعد بقسطره فتره طويله بعد العمليه. لا، دي قسطره بتقعد مثلا من يوم لمثلا ماكسيموم 5 ايام، يوم مثلا بيبقى احنا عايزين نطمن شويه. تمام. في بعض الحاجات بقى طلعت جديده دلوقتي حاجه اسمها الريزوم. فكره زي ما قلت لحضرتك، الجزء المتضخم ده ضاغط على البول، فبحقن ماده معينه، دي اسمها بخار الماء. تمام. البخار الماء ده بحقنه جوه البروستاتا، فلما بحقنه جوه البروستاتا البروستاتا بيحصل لها ايه؟ انكماش. فلما تنكمش البول ينزل بانسيابيه، ما يبقاش في مشكله. دي عمليه تقريبا، ده موضوع بسيط جدا. دي عمليه تقريبا بتستغرق بالظبط 10 دقائق. دي الحالات البسيطه، التضخم البسيط بيبقى لها كرايتيريا معينه ليها. مريض معين. أوكي. ده دور الدكتور، ده هيعمل تبخير، ده هيشخصه. ده في مريض مثلا حالته الصحيه مش هتسمح يعمل عمليه، عنده مشاكل في القلب، مش هيقدر ياخد تخدير. ده ممكن اعمل له الرزوم. الرزوم ده بدخل انا بمنظار كده ببنج موضعي، ما تاخدش بالظبط 10 دقائق، والمريض بيقعد ساعه في المستشفى وبيمشي. كويس جدا. مميزاتها انها طبعا بيبقى فيها نتائج كويسه، بس عيوبها ان احنا بياخد وقت شويه. يعني مثلا المريض بيبقى عايز نتيجه فوريه، لا احنا بنفهم المريض ان ده ممكن بعد شهر شهرين بيحصل انكماش في البروستاتا، وبالتالي البول بينزل كويس. ودي طبعا من التقنيات اللي هي عملت يعني طفره كبيره جدا في مجال البروستاتا. المريض بيدخل يعمل عمليه، مفيش نزيف في 10 دقائق، يعني ما بياخدش نقل دم. كويس قوي. وبعدها بفتره بيشيل قسطره وبيتبول طبيعي جدا. ففي حاجات اللي هي منها التبخير، حاجه اسمها الريزوم، ودي يمكن دي الحاجه الحديثه الريزوم. دلوقتي في حاجه اسمها الليزر، من ضمن الحاجات برضو الليزر ده بندخل بنشيل الجزء المتضخم في البروستاتا وبنخرجه بجهاز معين. ده برضو عمليه بتستغرق تقريبا 24 ساعه. يعني ساعه في العمليات، وبعد كده بيقعد 24 ساعه في المستشفى وبيروح. ده طبعا برضو قابلية النزيف فيها بتبقى قليلة. فالحقيقة طبعا عمليات البروستاتا حصل فيها طفرة كبيرة جدا. في مجال العمليات يعني. الموضوع بسيط، وده بيبقى تبعا للحالة، يعني كل حالة على حسب. ده دور الدكتور بقى هو اللي بيحدد، ده المريض ده ينفع ليه ليزر، ده المريض اللي بينفع ليه تبخير. في بعض الحاجات تنفع لكل المرضى، يعني مثلا التبخير ينفع لكل المرضى، الليزر ينفع لكل المرضى. كويس. الرزوم لا، لازم انا انتقل المريض اللي ينفع معاه الرزوم. في حاجة جديدة اسمها الايكو ليزر، او الايكوليزر ده مثلا بيبقى بروب معين كده بيدخل عن طريق يعني زي ابره عن طريق البروستاتا، وبيعمل عمليه تبخير للبروستاتا وبيخليها حجمها برضو يقل او ينكمش. يعني الحقيقه في مجال البروستاتا حصل فيه يعني طفره كبيره جدا. طب ممكن تؤدي الى يعني مشكله في الزواج او ضعف الانتصاب او ما الى ذلك؟ دي برضو سؤال من الحاجات المهمه قوي. الناس كتير جدا بتربط البروستاتا بالضعف الجنسي، يقول والله اصل البروستاتا هي اللي عملته ضعف جنسي. لا، هي البروستاتا ما لهاش اي دور خالص، هي من ضمن الحاجات خالص. لكن هي بعض الناس بتربطها، طبعا هو المريض
اللي بتيجي في سن ال 40 او 45 او 50 سنه. فده الوقت اللي هو الطبيعي ان المريض بيبدا القدره الجنسيه بتاعته تقل. وبيصاحبه احيانا بعض الاعراض في البول. فيقول لك ده والله هي البروستاتا اللي عامله مشكله وهي اللي عامله موضوع ضعف جنسي. لكن البروستاتا كبروستاتا مالهاش علاقه خالص. هي غده اصلا مالهاش علاقه خالص. هي ليها دور في الانجاب في افراز السائل المنوي او السائل المغذي للحانات المنويه. لكن مالهاش علاقه مباشره بموضوع ضعف الانتصاب. بالعكس بعض الناس اللي عندهم مشاكل في البول او عندهم ضعف في التبول لما بيعمل عمليه لا احيانا القدره الجنسيه بتتحسن لان هو كان عنده مشكله ان البول بيضايقه. فما مش بيفكر بقى في العلاقه الجنسيه او بيفكر في ان هو يقيم علاقه لا هو بيفكر كله مشكلته البول. صحيح. فلما بتحل مشكله البول هو بيبدا يتحسن. فدي طبعا من ضمن الحاجات المظلومه شويه البروستاتا بيقول لك لا ده هي اللي عامله مشكله في موضوع الضعف الجنسي. كويس جدا. طيب نروح للمريض اللي عنده مشكله في الانتصاب وده في الحقيقه من اكتر الحاجات اللي بتختلط عليها الناس زي ما حضرتك قلت كده ممكن نقول البروستاتا هي السبب ممكن نقول الخصيه هي السبب وما الى ذلك. ازاي اعرف ان الشخص ده عنده مشكله؟ ده طبعا برضو بالتشخيص. المريض نفسه لما بيحس ان هو عنده مشكله في ضعف الانتصاب او عنده تاريخ مرضي لبعض العمليات ممكن او عنده سكر مثلا او نبدا نعرف السبب. هل في سبب معين ادى الى ضعف القدره الجنسيه ولا مفيش؟ لما بعرف السبب بعمل بعض الفحوصات منها تحليل السكر تحليل الدهون في الدم دي من ضمن الحاجات تاثر تحليل الهرمونات وبالتالي ببدا مرحله الفحوصات اللي هو عباره عن اشعه على العضو الذكري بنبدا نعرف السبب. بعد كده بنبدا نعالج الادويه بقى في طبعا زي ما قلت لحضرتك في اتكلمنا قبل كده في حالات قبل كده الادويه طبعا فيها طفره كبيره جدا. تمام. الدكتور طبعا اللي بيقدر يحدد هيبدا مع المريض علاج دوائي او هيبدا معاه عمليه زي مثلا زي عمليه الدعامه. والدعامه زي ما اتكلمنا ان في اتنين وده بيحددها وبيشخصها دي طبعا اللي بيشخصها الدكتور وبيقدر يقول ده هيحتاج مدعامه مرنه ده هيحتاج دعامه هيدروليكيه ولا لا. طيب قبل ما اختم مع حضرتك كده سريعا بما اننا اتكلمنا عن مشاكل الذكوره او الحاجات اللي ممكن تكون عند الراجل واللي بتسبب طبعا امراض للذكوره الدوائي الخصيتين من الحاجات برضو اللي بتؤرق الناس واللي بتعمل مشاكل كتير سواء بقى نفسيه او جسديه او ما الى ذلك وزي ما اتكلمنا قبل كده ان هي بتبقى موجوده من الاطفال. دوائي الخص طبعا هو اشهر سبب بيأثر على الانجاب يعني اشهر سبب بيأثر على الانجاب واشهر سبب اقدر اعالجه لان علاجه سهل وبسيط. فدوائي الخصيه وجودها طبعا ده بيأثر على الحانات المنويه بيأثر على العدد بيأثر على الحركه بيأثر على التشوهات. فاي مريض يلاقي فيه مشكله ممكن بالصدفه يكتشف ان هو عنده دوائي خصيه زي ما احنا قلنا برضو قبل كده ان هو يتجوز يجي ينجب ما فيش حيوانات منويه او الضعف في الحيوانات المنويه نفحص نلاقي فيه دوالي. فاي مريض او برضو الكلام برضو للشباب ممكن يلاقي فيه تغير في شكل الخصيه ممكن يلاقي تعرجات كتيره جدا كده في الخصيه. تمام. ممكن يلاقي صغر في حجم الخصيه. ممكن يكون في الم بعض الحالات يكون فيها التهاب في البربخ لما بينام ويستريح تلاقي الالم يهدى بالنهار تلاقي الالم شديد جدا. فبالتالي لما بيلاقي الجزئيه دي الاقي الم في الخصيه الاقي في شكل الخصيه متغير لا لازم اروح للدكتور ولازم اعرف هل فعلا في دوالي ولا مفيش دوالي. من اشهر العمليات الموجوده حاليا دلوقتي حاجه اسمها الجراحه الميكروسكوبيه والجراحه الميكروسكوبيه دي عمليه يوم واحد بنقدر ان احنا المريض يعمل عمليه وبيخرج في نفس اليوم بتقنيه عاليه جدا بنحافظ على الشرايين المغذيه للخصيه بحيث ان هو نحافظ على انتاج الحيوانات المنويه. كويس جدا. انا مشكورك جدا يا دكتور شكرا جزيلا. اتكلمنا مع حضرتك النهارده عن مشاكل امراض الذكوره خاصينها البروستاتا وقد ايه الدكتور ادانا فكره مهمه جدا عن انها مش السبب في مشاكل الامراض المختلفه زي مثلا بنقول ان هي ضعف القدره الجنسيه لا هي طبعا مسبب يعني مهم جدا في البول وما الى ذلك زي ما الدكتور شرح. مشكورك جدا. نورتنا يا دكتور. الاستاذ الدكتور صلاح زيدان استاذ ورئيس قسم المسالك البوليه والتناسليه بكليه طب بنات جامعه الازهر وايضا استشاري امراض الذكوره والعقم والضعف الجنسي. نورتنا في طبيب البلد. شكرا جزيلا. كل الشكر لحضراتكم مشاهدينا على المتابعه الكريمه لطبيب البلد دايما معاكم ان شاء الله كل جديد.